لكن في علامات كده سهلة وواضحة، ممكن أنا وأنا قاعد بورقة وقلم أعرف أي حد يعني مشتاق لي عايز يرجع لي، ودي طبعا بتعتمد على الطاقات يعني اللي بتجمع الناس ببعضها. أول حاجة إن هو يجي في تفكيرك فجأة، يعني أنا قاعد كده بعمل لقاء مع حضرتك ففي شخص معين جه في بالي، لا وقته ولا مكانه ولا المفروض إن هو يجي في بالي دلوقتي. تاني حاجة إن أنا أحلم بيه، بس مش مرة يعني، أحلم بيه باستمرار ويكون الحلم إيجابي، دي العلامة التالتة. يعني مش أحلم إن إحنا بنتخانق مع بعض وكل واحد بيدي للتاني بوكس في وشه، لا، أحلم بقى إن إحنا يعني في فرح، في مناسبة، بنتفسح، في خروجة، في كلام رومانسي بينا. كمان عندي دايما اقتناع كده أو أمل إن إحنا هنلتقي، يعني ممكن أنا متجوز ومخلف وهو متجوز ومخلف وكل واحد في دولة، أنا في السودان وهو في أمريكا مثلا، بس أنا من داخلي معرفش الإحساس ده جاي لي منين إن إحنا هنتقابل، لازم هنتقابل. العلامة الأخيرة والمهمة قوي، عمرك ما تكرهيه، يعني عمرك ما تكرهه، تزعل منه.